دي رسمة للوطن العربي كنت راسمها وانا صغير. كنت بحلم وقتها اكون قائد الجيوش العربية زي صلاح الدين، لان انا اسمي اسلام صلاح الدين. وكنت برسم بقى الخطة اللي احنا هنحتاجها عشان نحرر المفروض اهلنا واخواتنا. طبعا لما كبرت لا بقيت قائد جيوش عربية ولا دخلت جيش اصلا، بس اللي ادركته وقتها ان ملوش داعي اصلا ان انت تكون قائد جيوش عربية والعرب اصلا مش طايقين بعض، وان كل واحد فينا همه مصلحته خلاص في الوقت اللي اهلنا واخواتنا بيدعكوا فيه دفاعا عن، مش هقول ارضهم، هي ارضنا احنا، ارضنا كلنا، وده اللي احنا نسيناه، ان دي ارضنا واول قبلة لينا. بس اللي اكتشفته برضو ان انت مش لازم تكون قائد الامة العربية عشان تعمل تغيير. كل واحد فينا لو نطق وقال كلمة حق في وجه الظلم، حتى لو ما بينه وبين نفسه، ربنا هيكرمنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.